مع خاصك لا فوطو من هنا ماشي من اللي خاصك لا فوطو من هنا. اذا اليوم هو احتفال باللواء الازرق لشاطئ مدام شوال بمدينه الدار البيضاء، طبعا مفخره للساكنه على انها يكون عندها شاطئ بهذا المستوى. طبعا راه كاين واحد مجموعه ديال الاجراءات اللي كنخوضوها قبل ما نوصلوا لهذا المستوى ديال هذا الشاطئ. كاين واحد بحال كونكور يعني اللي كتباشر مجلس مدينه الدار البيضاء انها كتدخل فيه، والحمد لله هناك مواصفات اللي كتحطها لنا مؤسسه. وطبعا كنجاوبوا على دفتر التحملات. اليوم الشاطئ ديال مدام شوال فيه جميع المكونات اللي خصها تكون فيه باش المرتفقين يدوزوا يوم رائع. طبعا هناك فضاءات للاطفال، مكتبه جديده، مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصه، وبالتالي كنظن على هذا هو المستوى اللي بغينا يكونوا فيه جميع شواطئ مدينه الدار البيضاء. الشاطئ عين دياب الممتد يعني لسنوات كياخذ اللواء الازرق، ماشي هذه السنه الاولى، يعني هناك يعني مجهودات جباره تقام في هذا الشاطئ، وسنه بعد سنه الحمد لله هذا الشاطئ بفضل يعني التهيئة ديالو، بفضل جهود جميع المتدخلين في هذا الشاطئ كياخذ يعني اللواء الأزرق الذي يبين أن الشاطئ يعني شاطئ صالح للسباحة، وشاطئ يعني يمكن القيام بمجموعة من الأنشطة في هذا الشاطئ من أجل توعية الشباب، توعية الناشئة، من أجل يعني إرساء واحد المعارف على البيئة، احترام البيئة، لأننا في احترام البيئة يعني بالنسبة يعني الناشئه ديال المستقبل غادي يستافدوا استفاده كبيره في هذا الاطار.